السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. تسربت مواصفات ريلمي جي تي 2 برو، مما أعطانا فكرة جيدة عما يمكن توقعه إذا ما كانت صحيحة. يأتي التسريب على منصة ويبو، ويشير إلى أن موعد إطلاق ريلمي جي تي 2 برو سيكون في أوائل عام 2022 إن شاء الله. من المتوقع أن يكون هاتف ريلمي القادم جهازا رائدا مدعوما بمجموعة شرائح من كوالكوم سناب دراجون 898، ويعتقد على نطاق واسع أنه سيتم الإعلان عن هذا المعالج في وقت لاحق من هذا الشهر خلال قمة كوالكوم. ستشمل مواصفات ريلمي جي تي 2 برو أيضا دعم شحن سريع بقوة 125 واط وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وإلى كاميرا فاحصة على هاتف 2022 الرائد من ريلمي. وقبل ذلك وجب التذكير باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. وفقا للتسريب، تتضمن مواصفات ريلمي جي تي 2 برو مجموعة شرائح سناب دراجون 898، والتي جعلته يتصدر قائمة الهواتف على منصة انتوتو لقياس الأداء بمعدل يفوق المليون نقطة، ليكون أول هاتف يتجاوز حاجز المليون. سيتم إقران المعالج مع ذاكرة الوصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجا بايت، ومساحة تخزين بسعة 128 أو 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، وليس هناك دعم لمدخل الذاكرة الخارجية. أما عن الشاشة فتأتي من نوع AMOLED بحجم 6.51 بوصة بدقة Full HD Plus ومعدل تحديث 120 هرتز. في قسم الكاميرات، سيقدم ريلمي جي تي 2 برو كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع دعم OIS، وفي المقدمة سيحصل الهاتف على كاميرا بدقة 32 ميجا بيكسل. ويمكن أن يكون أهم ما يميز ريلمي جي تي 2 برو هو دعم الشحن السريع بقوة 125 واط، والذي يجب أن يشحن بطارية الهاتف بالكامل في غضون دقائق فقط، والذي تأتي بسعة 5000 ملي أمبير. وتشمل الميزات الأخرى دعم الواي فاي 6 والبلوتوث إصدار 5.2. يعمل جي تي 2 برو على واجهة ريلمي يو آي 3 المستندة إلى أندرويد 12. لم يتم تحديد موعد إطلاق لهذا الهاتف بعد، لكن التسريب يشير إلى أنه سيصل في أوائل عام 2022 إن شاء الله. أخيرا، من المتوقع أن يكون سعر ريلمي جي تي 2 برو حوالي $625 أمريكيا، مما يعني أنه يأتي في الفئة السعرية نفسها مع كل من وان بلس 9 وغالاكسي S21 FE، ولكن مع فرق ملحوظ في الأداء. كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.